بارك في عمرك، مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم سعيدين مع الوجيه الجديدة، الشاعر شاعر القلطة المميز صالح الناصر من أهل الزلفي، حياك الله. الله يبارك فيك، أسعدتنا ونورتنا. ومع المستشار الأسري الأخ عبد العزيز بن دواس من الأسرة المباركة، الله أجداده من الناس اللي فتح الرياض مع الملك عبد العزيز، مع مشاركين مع الملك عبد العزيز، أنعم وأكرم. الله يعطيكم العافية. وإحنا حقيقة يعني نطرب ونسعد لما يجونا ناس أمثالكم يثروا المتابعين ويثروا الحلقة ويثروا الجلسة بما عندهم من معرفة ومعلومات، سواء كان بالشعر أو كان في الأسرة والمجتمع. وحقيقة أنت تكلمت عن الأم، أنا حقيقة أقبل أمك من هذا المكان، أقبل رأس أمك من هذا المكان، على المرأة اللي تعتبر نموذج مشرف للمرأة السعودية. وطبعا الأم معروف فضلها، ما نستطيع أن ننفيها حقها، زي ما تكلم الشاعر أبو فيصل، لأنها يعني يكفي أنها باب من أبواب الجنة، فإذا أحد فقدها فقد أحد البيبان. وأنا دائما يعني نشبه الأم مثل السبحة، السبحة الآن لها سلك والأبناء زي الخرز حولها، فشوف أنت إذا انقطع السلك هذا إيش مصير الخرز هذا؟ كله راح ينفرط. سبحان الله، كثير الناس اللي فقد أمه يقول لك حتى فقدنا الجمع مع أخواني، يقول كان الأخوان والأخوات البنات يجتمعوا في بيت الأم، خاصة الأم يعني بصفة خاصة، يمكن الأب يعني دوره يكون أقل، ولكن برضو يعني الأب له دور في جمع الأسرة، لكن سبحان الله الأم تجمع الأسرة، يعني حتى لو الوالد متوفي والأخوان بعيدين، لا جاء يوم الجمعة أو يوم في الأسبوع تلقاهم كلهم يجتمعوا حول الأم. ليه؟ لأنه الأم سبحان الله زي ما قلنا يعني تجمع يعني سلك ويجتمع حوله الخرز هذه، فإذا انقطع السلك هذا انفرطت السبحة وضاع الخرز، إلا إذا كان عاد أحد موفق من الأبناء، الابن الكبير عادة يكون مثلا يتولى دور الأم ويجمع الأسرة مع بعض، الأخت الكبيرة أو الأخت الكبيرة، أو مثلا واحد من الناس اللي يكون عنده مبادرات ويجمع الأسرة. نعم. كثير من الناس اللي يقول والله فقدنا الأم وفقدنا الجمع مع الأخوان. ومرة ثانية نرحب فيكم، وإحنا كلنا أذان صاغية لكم بما عندكم من المعلومات المعرفية وما عندكم من الشعر ومن المعلومات في الأسرة، وحياكم الله. وزي ما تفضلتوا هذا برنامج طيبين وواقعي من قناة واقعية، وهو منكم وليكم ويا عيني عليكم. الله يطول عمرك. حياكم الله. هذه العبارة الحلوة، منكم وإليكم يا عيني عليكم.